خاصة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس واله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ആരംഭത്തത് ആവ് ഒരുവാൽപ്പത് മുതരിസ് ഡി എച്ച് اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه سيدنا ومولانا محمد. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا المصطفى سيدنا محمد وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات أرواح أصحابه البدريين والأهديين والحنينيين والخندقيين والخيبريين والتبوكيين وسائر الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم إلى حضرة نبي الله بل ابن ملكنا بالعباس الخضر عليه السلام ونبي الله إياس عليه السلام وإلى حضرات ارواح جميع اولياء الله تعالى اينما كانوا من مشارق الارض الى مغاربها ذكرا وانثى وصغيرا وكبيرا من لدن ادم الى يوم القيامه. اللهم حصل مرادنا وبلغ مقصودنا وقض حوائجنا واشف امراضنا وأد ديوننا واغفر ذنوبنا بحقهم وبجاههم وبفضلهم وبكراماتهم يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ علينا من فيولاتهم وامدنا من بلدهم واحمنا بحمايتهم انصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم الى حضرات ارواح من ماتوا منا ومن جميع المؤمنين عامه. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من نفر النيران. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنة جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم المنان الرحيم الرحمن الذي خلق الإنسان وزينه بنطق اللسان وفضل من شاء من عباده وهداه إلى طريق الإيمان وأنعم علينا بالأنبياء والرسل بالبرهان وحياة بعضهم من أهل الإتقان وأحمده على طول الأزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب الجنان وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل بني أدنان وأكرم أمته بالأنبياء الماضين بالتبيان ومنهم النبي الخضر علي بن ملكان عليه أفضل صلاة وسلام الديان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كل حين وأزمان صلى الله على محمد وعلى خضر وسلم صلى الله على محمد وعلى خضر وسلم صلى الله على محمد وعلى خضر تسليم وأزكى تحياتي يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية يا حبيب الله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية يا حبيب الله على الحمد للبار المفي بنعمتي يا رسول الله على ما هدانا ملة خير ملتي يا حبيب الله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية يا حبيب الله وكرم بين الخلق أولاد آدم يا رسول الله وأرسل رسلا منهم بشريعتي يا حبيب الله الله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية يا حبيب الله وفضل منهم سيد الخلق كلهم يا رسول الله بأمته فضلا على كل أمتي يا حبيب الله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي يا رسول الله
على المصطفى تاريخا بالبرية يا حبيب الله احيا إخالي للسلامات بيننا يا رسول الله صلاة معا تحياتي يا رسول الله صلاة وتسليم تحياتي يا رسول الله على المصطفى مختارها للبرية يا حبيب الله عليه من الرحمن يا بعد خلقه يا رسول الله صلاة معا تسليمي أزكى تحياتي يا حبيب الله الله صلاة وتسليم أزكى تحياتي يا رسول الله الله على المصطفى مختارها للبرية يا حبيب الله صل على خير البرى يا محمد يا رسول الله شفيع البرى من حول يوم القيامة يا حبيب الله صلاة وتسليم تحياتي يا رسول الله الله على المصطفى مختارها عين البرية يا حبيب الله وآل وأصحاب وتبع كله يا رسول الله ورافيه عن كل أهل الهداية يا حبيب الله صلاة وتسليم وتحياتي يا رسول الله على المصطفى مختارها لبنيتي يا حبيب الله الله عز مداهما كان ناصرا يا رسول الله وحيا علينا لرشا ذيبي منتي يا حبيب الله الله صلاة وتسليم كتحيتي يا رسول الله على المصطفى مختارها للبريتي يا حبيب الله وعن سامعين
رسول الله ومطعمه لله حبا بنعمتي يا حبيب الله صلاة وتسليم تحياتي يا رسول الله الله على المصطفى مختاري خادي بريتي يا حبيب الله. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به بينما البراق وجبريل يمر به إذ وجد رائية طيبة فقال يا جبريل ما هذه؟ قال إنه كان ملك في الزمان الأول له سيرة حسنة وله ابن وليس له ولد غيره فسلمه إلى المؤدب يؤدبه وكان بينه وبين منزله عابد وكان يمر به فعجبه حاله فألفه ويجلس عنده والمعلم يظن أنه في المنزل وأبوه يظن أنه عند المعلم حتى شب وأخذ من العابد شمائله وعبادته فقالوا لأبيه ليس لك ولد غيره يرث ملكك فلو زوجته لعله يرزق أولادا فعرض عليه أبوه التزويج فأبى ثم عابده فرضي فزوجه جارية من بنات الملوك فزفت إليه قال لها إني مخيرك بأمر إن أنت سمعته صرف الله عنك شر الدنيا وعذاب الآخرة وإن أفشيت سري عذبك الله في الدنيا والآخرة قالت وما ذاك؟ قال إني رجل مسلم لست على دين أبي وليست النساء من حاجتي فإن رضيت أن تقيمي معي على ذلك وتتابعيني على ديني وإلا لهقت بأهلك فقالت بل أقيم معك فلما أتت عليها مدة قالوا لأبيه ما تظن ابنك إلا عاقرا لا يولد له ولد فسأله أبوه فقال ما ذلك بيدي وإنما ذلك بيد الله يؤتيه من يشاء فدعا المرأة وسألها فردت عليه مثل ما رد عليه الخضر فمكس أبوه زمانا ثم دعا ابنه إليه فقال أحب أن تطلق امرأتك هذه وأزوجك امرأة غيرها ولودا فكره ذلك باله حتى فرق بينهما وزوجه امرأة غيرها ولودا صيبا فعرض عليه الخضر مقالته الأولى وقالت أقيم معك فلبس زمانا ثم إن أباه دعا ابنه قال ليس يولد لك فقال ليس ذلك بيدي ولكنه بيد الله ثم إنه دعا امرأته وقال لها أنت امرأة شابة ولود وكنت ولدت عند غير ابني ولست وليدا عند ابني فقالت ما مسني منذ صحبته وكذلك المرأة الأولى فقالت مثل ذلك فدعا ابنه وغيره وعنكه ففزي من أبيه فخرج من عنده وهام على وجهه ولم يدر أحد أين توجه فندم أبوه على ما فعل فأرسل في طلبه 100 رجل من ترك شتى فانطلقوا في طلبه فأدركه منهم 10 في جزيرة من جزائر البحر فقال لهم إني أقول لكم شيئا فاكتموه عني فإن كتمتموه صرف الله عنكم شر الدنيا وعذاب الآخرة وقالوا قل ما شئت قال هل بعث أبي في طلبي غيركم قالوا نعم فقال لهم قولوا مثل قول نظائركم الذين لم يروني فخلوا عنه وانصرفوا فلما دخلوا على أبي قال 9 منهم قد وجدناه وقال لنا كيت وكيت وقال العاشر ما لنا به علم وما لي به خبر وقالت 9 وإن شئت أتيناك به فقال لهم ارجعوا وأتوا بي
وأن الخضر خاف أن يظفروا به فانحاز من ذلك المولي إلى مولي آخر وطلبوه فلم يجدوه ورجعوا وقالوا لم نره فقتلهم أبوه ثم دعا بالمرأة السيب وقال لها أنت صنعت هذا بابني حتى هرب فقتلها فلما سمعت المرأة الأولى هربت مخافة القدر وهرب العاشر أيضا من قرية القدر إلى قرية فإذا في امرأة الحاربة تختطب فقالت بسم الله فسمعها الرجل فقال لها من أنت فأخبرته بخبرها وقال لها خبره وتزوجها ثم انطلقا حتى أتيا قرية فيها بيض من الفرائنة فاتخذا بيتا من قصب ومكنا فيه ورزقا ثلاثة أولاد فقال لها الرجل إذا أنا مت فادفنيني في هذا البيت وكذلك كل من مات منكم فإذا كان آخرنا موتا يوصي أن يهدم عليه البيت فمات الرجل فدفنته ثم إنه بلغ فرعون زمانهم أنهم يوحدون الله فجاء بالمرأة إلى حضرته فأمرها أن ترجع عن دينها فأبت فأمر بكدر من نحاس فملئت ماء وأوري غليانا شديدا وأمر بالمرأة وأولادها وقال ارجعي عن دينك فأبت فأمر بولدها الأكبر فألقي فيه وكذلك الثاني وكان في حجرها ابن رضيع فكلمها وقال لها فاصبري فإنا جميعا في الجنة فلما أرادوا أن يلقوها قالت لهم إني إليكم حاجة قالوا وما هي قالت وما رميتموني في القدر فادفنوه بما فيه من العظام في بيتنا واهدموه علينا ففعلوا فهذه الرائحة الطيبة من روائحهم يا محمد وصلى الله عليه وعلى جبريل وعلى الخضر وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين صلى الله على محمد وعلى خضر وسلم صلى الله وعلى محمد وعلى خضر وسلم صلى الله مولاي صلي وسلم دائي من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانا خالق غير الخلق بالكرم وأيادتنا بالعلم وبالحكم مولاي صلي وسلم دائي من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد أتى علم غيب عبده الخضير من العلوم لطه أهيات قثم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قشاها خبر نبي الله الخضر على الأقطار بين الورى المشهور بالعالم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحياه رباه حيا لصلاح لنا أمورا دنيا وأخرى غير متهم مولاي
صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مار علينا ولم تنظر يرانا ولم يدري بشقوتنا يا صاحب النقم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من نسل سامي بن نوح لا خير فجر منذ الأنام بأمر الله بالعظام. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عليه صلى صلاة بسلام إلى يوم التنادي دوام الغير منفصم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى على خير خلق الله شافعنا مع السلام له الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم. والآل والصحب والطباعي أجمعهم بالأنبياء وأهل العلم والفاهم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عفا عن المديح خضر بلا حسير حضار مجلسهم وصانيع طعام. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر ذنوبي ووالدي وأهلي يا غفير الذنب يا واسع الكرم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالأمور الماضية والباقية أن الخضر والياس لا يزالان حيين في الأرض ما دام القرآن فيهما وهما يلتقيان في الموسم. فإذا رفي القرآن ماتا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بصوت يجيء من شعب وقال يا أنس انطلق فأبصر ما هذا الصوت. فانطلقت وإذا رجل يصلي ويقول اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة.
المغفور لها المستجاب لها المطاب عليها. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمته بذلك فقال لي انطلق فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهك السلام ويقول لك من أنت. فأتيته فعلمته بما قال فقال لي اكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له أنا أخوك الخلول يقول لك ادعو الله أن يجري من أمتك المرحومة المغفور لها المستجاب لها المتاب عليها. وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحدثكم عن الخبر قالوا بلى. قال بينما هو يمشي في سوق من أسواق بني إسرائيل إذ لقيه مكاتب وقالوا تصدق علي بارك الله لك. فقال آمنت بالله وما يقضي الله من أمر سيكون ما معي من شيء يؤتيك. فقال له الرجل تصدق علي بارك الله عليك فإني أرى الخير في وجهك فرجعت الخير من قبلك. فقال له الخضر آمنت بالله كما قال أولا. فقال له السائل أسألك بالله لما تصدقت علي. فقال له آمنت بالله ما معي شيء يعطيك إلا أن تأخذ بيدي وتدخلني في سوقي فطبيعني. فقال الرجل وهل يقول مثل هذا؟ قال الحق أقول إنك سألتني بعظيم سألتك بوجه ربي فخذ بيدي وادخلني السوق بعيني. فأخذ بيدي فأدخله السوق فباعه بأربعمائة درهم فلبس عند المبطاة أياما لا يستعمل في شيء. فقال له الخلو استعملني. فقال له إنك شيخ كبير وأكره أن أشك عليك. فقال لا يشك علي ذلك. قال فقم فانقل هذه الحجارة من هاونا إلى هاونا. وكانت الحجارة لا ينقلها إلا ستة نفر في يوم تام. فقال ونقلها في ساعة واحدة ومده الله تعالى بملك من الأملاك. فتعجب الرجل منه وقال أحسنت. ثم أرى الله له سفر وقال له إني أراك أمينا صاليا ناسيا فخلفني في أهلي. قال نعم إن شاء الله فاستعملني في شيء. وقال أكره أن أشك عليك. فقال لا يشك علي ذلك. فقال يضرب لي لبنا أريده لقصر ووصف له. ثم خرج لسفره فلما قضى حاجته ورجع إذ هو بالخلول كذا شيد بنيانه على ما أراد فازداد تعجبا. وقال من أنت؟ قال أنا المملوك الذي كنت اشتريتني. فقال له سألتك بوجه الله أن تخبرني من أنت؟ قال إن هذا القسم هو الذي أوقعتني في العبودية. أما أنا الخلو سألني سائلا بوجه الله أن أوتيه ولم يكن له معي شيء يؤتيه فأمكنه من نفسي حتى باعني. وبلغني أن من سئل بوجه الله ورد سائله وكيف يوم القيامة بين يديه ربي وليس على وجهه جلد ولا لحم إلا عظم منتك يتكلكل. فقال فبكى ذلك الرجل وانكب عليه ويكبله ويقول بأبي أنت وأمي شككت عليك ولم أعرفك فحكم علي في مالي واهلي وإن أحببت أن أخلي سبيلك فعلت. قال نعم أحب أن تخلي سبيلي أعبد ربي. وكان الرجل كافرا وأسلم على يديه وأعطاه 400 دينار وخلى سبيله. فأوحى الله إليك إذ نجوتك من الرق وأسلم الكافر على يديك وأعطاك مكان كل درهم دينارا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا. رضي الله على محمد وعلى خلقه وسلم. صلى الله على محمد وعلى
خبره وسلم صلى الله على محمد وعلى خبره وسلم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا تعالى الحليم الإله الرحيم بفضل عظيم وفوز جسيم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا هدانا لدين قويم هدى طريق الرشاد بمن عليم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا نبي رسول ودود العلا علوما غيوبا بنبأ عظيم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا ذاك النبي الذي قد اتشد خواريقه كل أفق عميم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا ابتغى النفس لسائله بوجه الإله الجليل الكريم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا سيد الأنام وبشر السعاد وواقع ردا كل هين نديم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا رئيس لكل ولي قوي تسمى بخضر النبي حكيم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا عليه صلاة سلام الإله دواما دواما جزيلا نعيم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا صلاة سلام على شفيع الأنام من حر الجحيم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا آل كرام وصعب عظام وأهل العلوم على مستقيم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا عفى الله عن ماضيه خضيري وعن سامعيهم بغير لئيم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا وحلارهم ثم مدعيمهم بألبان طعم بحب رحيم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا قال الله تعالى وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه فقال يا رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه فقال نعم في عبادي ومن هو أعلم منك ثم نبأ ثم نعت له مكان الخضر خضر عليه السلام وأذن له في لقائه قال فأين أطلبه قال على الساحل فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما أي نسي يوشع حمله عند الرحيل نسي موسى عليه السلام تذكيره فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أريت إذا بينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أي موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى لآثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي يا موسى إني على علم من علم الله، علمنيه ولا تعلمه، وأنت على علم من علم الله، علمك الله ولا علمه. قال ستجدني ولا أعس إليك أمرا. قال الخضر عليه السلام فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة خرقها الخضر عليه السلام. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا بعد خروجهما من السفينة يمشيان حتى إذا لقيا غلاما لم يبلغ الحنث يلعب مع السبيان أحسنهم وجها، فقتله أي ذبحه الخضر عليه السلام بالسكين ملتجيا، وقتل رأسه بيده وضرب الجدار فقال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. صلى الله على محمد وعلى خضر وسلم. صلى الله على محمد وعلى خضره وسلم. صلى الله على محمد وعلى خضره وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وهو الذي قد نصر بغيبه وظهر بين العباد قد جرى، سمي باسم الخضر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. كان إمام الأنبياء وبغية للأولياء وناصرا للأسفياء، وهو يحب الفقراء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الكليم ربه أعلم من قال له، عبدي به فنعته، فاسر إليه صخرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إليه سائرا وهو يصلي ذاكرا على المياه شاكرا، بعد الفراغ ذكرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فيه السلام رده من أنت؟ فقال له موسى الكليم أبانه.